استنفرت دائرة صيانة مشاريع ريوي بزل ميسان إحدى تشكيلات الهيئة العامة لصيانة مشاريع الريوي البزل التابعة إلى وزارة الموارد المائية ملاكاتها الفنية والهندسية من أجل درء مخاطر السيول والفيضانات، حيث قامت بتوزيع الآليات على كافة أقضية ونواحي محافظة ميسان، حيث قامت بنقل حفارات إلى أراضي السيد أحمد الرفاعي لحمايتها من الفيضان، وكذلك نقل حفارات إلى ناحية المشرح لتوجيه السيول إلى منخفض السناف ومن ثم إلى هور الحويزة. ومن أهم الأعمال التي تقوم بها دائرتنا هي معالجة التآكل الحاصل في سداد الشماشير نتيجة مرور ورود سيول قوية من الحدود الشرقية. المعالجات الوقتية التي تمت على سداد الشماشير هي باستخدام الحفارات الحكومية الذراع الطويل، حيث تم نقل حفارات 9 حفارات مع حفارات برمائية لمعالجة التآكل، وتم إنجاز ما يقارب 9 كيلومتر من المسافة المتآكلة البالغة 16 كيلومتر. الهدف من معالجة الوقتية لسداد الشماشير هو توجيه مياه السيول باتجاه مهرب على الغربي ومن ثم إلى نهر دجلة. المهندس علي كمين مطشر، مدير دائرة صيانة مشاريع ريوي بزل.